مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. طبعا عارفين كلنا ان بعد ثورة 25 يناير واللي حصل ومحاولة التيار الاسلامي محاولة تخطيط لتغيير تاريخ مصر بالكامل ولتحويلها لدولة اسلامية، وشفنا كمان بعد ثورة 30 يونيو وبعد لما الناس قالت ان دي ثورة فلول، وان احنا برضو حاولنا التغيير المرة التانية بعد ثورة 25 يناير. وطبعا في كلا الثورتين كنا بنحاول التغيير للأفضل. طبعا العقل الإنساني في يعني سواء في 25 يناير أو في 30 يونيو حصل فيه بلبلة وحصل فيه لخبطة، وما بقيناش عارفين يعني حصل كثير من التصنيفات، المجتمع بقى متقسم لفئات عديدة وكلنا بقينا بنتصارع مع بعض. الحقيقة إن اللخبطة دي بتلح على فكرة تحرير العقل الإنساني وتطويره فكريا وثقافيا. يمكن ده هدف ضيفنا الفنان شفيع شلبي المخرج والمؤلف السينمائي، وهدفه من فيلمه يتامى الزعيم. اهلا بيك استاذ شفيع ومنورنا في نهارك سعيد. الله يبارك فيك. اهلا اهلا بحضرتك. دلوقتي احنا في المقدمه اتكلمنا عن العقل المصري وتناقضات الكتير اللي بقت جوه العقل المصري بعد ثوره 25 يناير. حضرتك بتوصف العقل ده بايه؟ طيب يعني في دول اللي انت قلتيه انت اتكلمتي في اكتر من محور. اما يبقى العقل المصري متسلط عليه 900 قناه مثلا اللي على النايل سات بتعمل فيه اللي بيتعمل، يبقى اظن انه يعني ده كويس قوي ان يبقى فيه بقيه من عقل يعني بيتفرم، لان الاصل واحنا ده دلوقتي انا بتكلم في العنوان اللي اسمه تحرير العقل، المقصود بيه عندي ان دون سوانا اوروبا كلها عايشه على قمرين، يعني مفيش دوله واحده عندها قمر، احنا عندنا قمرين، السؤال لمن القمر؟ الألف قناة دي مفروض ان مؤسسات شعبنا، نقاباتنا، جمعياتنا، اتحاداتنا، اتحادات الفلاحين، اتحادات العمال، اتحادات المهنيين، نقابات الى اخره، جمعياتهم اللي هو المصريون عبر مؤسساتهم، ان تنشئ كل من هذه المؤسسات شبكة القنوات اللي تعبر عن مصالحها ورواها. اذا ده ما حصلش يبقى هي هتتعرض لهذا الفتك بهذا العقل. ده محور يتصل بمعنى تحرير العقل كمصطلح او من ادبياتنا اللي نرمي بها الى تحرير قمر النيل من هذا التدمير القائم لعقل الجماعه المصريه وكل من يتلقى اللي بيبث عبره. طيب نخلص من تحرير العقل اللي هو يتلخص في كلمه ان يمتلك الشعب مؤسساته وقنواته. اللي بيملك هو بيقدر يصوغ الرساله اللي تصوغ عقله وعقل الاجيال. ندخل دلوقتي على الفيلم. انت الجزء الثاني اللي اتكلمتي فيه الموجات المتتاليه لثوره الشعب المصري. ثوره الشعب المصري دي اصلا متواصله عبر تاريخه الممتد. والشعب المصري شانه شان اي جماعه بشريه في الدنيا، ما هوش قرود. علشان يبقى شعب اصلا لازم يبني مؤسساته زي ما كنا بنتكلم دلوقتي. فيبقى شعب أي حقه في التنظيم والعمل المشترك. المصريون هم من أسس أول دولة في التاريخ فصنعوا أعظم حضارة في تاريخ الإنسانية لما كانوا يعملون معا. لما يتنحروا لأي سبب هو عاد علينا 25 قرن من الفرس للإغريق للرومان تبقى عاصمتك في الشام ولا في بغداد ولا في الأستانة، أي مملوك معدي، أي واحد رايح أو عصبة جاية أو مجماعة تركب. طيب يبقى الاصل ان احنا لن نجاوز ما نحن فيه الا ان ندرك ان علينا ان نستعيد قدرتنا كما اسلفنا، نبني نؤسس دوله هذا الشعب مش نظام هذا الحاكم او تلك الجماعه. طيب نتكلم دلوقتي على الفيلم. لا لسه، ما هو الفيلم واللي انت بتقوليه كلهم لهم صله ببعض. طيب الثوره والموجات والفلول والكلام اللي انت قايلاه ده، برجع تاني اصلا في ثوره للشعب المصري متواصله عبر تاريخه ناحيه ان هو يستعيد قدرته على الفعل وانه يكون شريك في صنع مستقبل البشريه. طيب يعني على مدى القرن العشرين اللي الفيلم ده بيتكلم عنه، الفيلم ده بيعالج العقل المصري في القرن العشرين او العقل العربي في مصر على امتداد القرن العشرين. فيلم يتامى الزعيم. الفيلم اسمه يتامى الزعيم. لا ايوه مش عايزين الزعيم. نقفز قبل ما مش عايزين نقفز على اني بس اجاوب على اللي انت سالتيه. اتفضل. الفيلم او القضيه اللي احنا بنتكلم فيها
الثورة الشعب المصري متواصلة. موجات تلو موجة تلو موجة، موجة تلو موجة. مثلا العربي، الحركة العربية أو الثورة العربية أو حركة جيش الوطن أو أبناء الشعب المصري اللي هم كانوا في جيش الوطن، واللي كان عرابي وصاحبه رمز لهم، ما كان حركتهم يعني لتؤثر او تبقى يعني ترتقي الى انها تبقى اقرب الى انها ثوره لولا وحده هذا الشعب مع جيش الوطن. تلك العروه الوثقى هي اللي امنت ان هذا الجيش اصلا يبقى جيش الوطن او يبقى ده اتجاهه. هذه الوحده او تلك العروه الوثقى التي ربطت الجيش بشعبه او الشعب بجيشه، الجيش بشعبه طبعا لان الجيش منه، يبقى هي ما كانت النواة او الركيزة او الاساس لبناء ما يسمى مصطلحا ولغة وعبارة الجبهة الوطنية الديمقراطية المتحدة، اللي هي ارتقت بعد ثورة 19 موجة التالية مباشرة، وبدأت تشكل امنيتها ومؤسساتها. جت في اربعينات القرن الفائت 46 او كذا، الكوبري لما اتفتح على الطلاب والعمال سنة 46، الإنجليز فتحوه في مواجهة هذه المظاهرات. كان اللجنة دي، لجنة العمال والطلبة، واحدة من مكونات الجبهة الوطنية الديمقراطية المتحدة اللي ارتقت. لو كنا شفنا دلوقتي مقاطع من الفيلم بيحكي خالد محي الدين كيف كان وإلى ما آلت هذه المنظومة المؤسسية التي توحد الشعب وجيشه. طيب، وكنا لو شفنا ونقدر نشوف اللي احنا بنحكي عنه، يستطيع المشاهد ان هو يشوف كل ما يدلل عليه من مقاطع من الفيلم او مناقشات حواليها. فيلم يتامى الزعيم، لو شفنا سيزا نبراوي اللي هي بنت ثورة 19، بنت هدى شعراوي يعني الليبرالية، وانجي افلاطون الفنانة اللي هي اصلا شيوعية، بيحكوا تحكي كل منهما كيف كنا يعملنا كلتاهما الشيوعية والليبرالية مع زينب الغزالي أو الأخوات المسلمات. أي كيف كان المصريون يعملون معه، ما كانش فيه غير ثلاث مدارس دول في النص الأول من القرن. طيب نتكلم على الفيلم ولا ده في الفيلم، ده الفيلم اللي انا بتكلم عنه هو الفيلم. طيب الفيلم اسمه يتامى الزعيم، انا عايزه اعرف مين الزعيم اللي حضرتك بترمز ليه عشان كده سميت الفيلم بهذا الاسم. جميل، اللي عايز يعرف يجي يتفرج يشوف الفيلم، احنا هنكرر عروضه وكتير لان الفيلم ما بيوجزش في كلمات. الفيلم النوع ده من السينما اللي هو سينما المؤلف، يعني الزعيم ده حضرتك ما بترمصش لزعيم واحد؟ لا طبعا، ده المطلق الفيلم اسمه كده، اسمه يتامى الزعيم، ما قالش يتامى الزعيمه ايمان ولا الزعيمه، يعني ما سماش يتامى الزعيم، ده مطلق او تجريد. وهنا ده يتامى الزعيم، انما يعني ده لازم يتشاف لان ده اما بنتكلم على العقل في قرن، يعني احنا بنتكلم على قضيه كبرى، بنتكلم على تاسيس دوله هذا الشعب، بنتكلم على تحرير العقل بالمعنى اللي انا قلته او اللي اشرت اليه او جزته، بنتكلم على كيف يعمل يتوحد هذا الشعب ويحقق غاياته ويؤسس دولته، فيبقى ما بنتكلمش على قضيه. طب هل الشعب المصري دلوقتي جاهز ان هو يبقى عايش حياه ديمقراطيه وان هو يعني يتحد كله مع بعضه؟ البعض بيقول لا. البعض يهدى، سواء كان بقى هو المستعمر او اي مستبد من الداخل او من الخارج، ده يبقى منطق يقول لك ليبرر لنفسه الوجود وليحتكر هو اداره شؤون البلاد وليجهز على هذا الشعب. تاني مره انت شانك شان البشر كافه، بتاخدي حقوقك في التنظيم، بتبني مؤسساتك، بتبني دولتك، لا احد في الكون يستطيع انه ينفي عن بني ادم انه اهل لانه يبقى بني ادم او ما او ده او معنى العباره دي ان دول مش بني ادمين، ان ده مش بشر، دول مش شعب، دول كائنات حيه انا اسحقها او اديرها. دي معنى العباره، نفهم احنا بنقول ايه. ده السؤال اللي انت سالاه، اللي بتساليه البعض اياهم دول ما يقولش الكلام ده الا يا المستعمر يا مجرم مستبد. لكن حضرتك شايف عكس ده. ما انا اقول يعني اقول انا شايف انني بشر
انتمي لبشر اسمهم المصريين، صنعوا اعظم حضاره في التاريخ اسلافهم وبنوا اول دوله. كيف بنا ننسى تاريخنا او لا نعتبر بخبرات ودرس اسلافنا القريب والبعيد؟ يعني لما حكيت عن الجبهه الوطنيه الديمقراطيه المتحده ده لسه في القرن العشرين. لما بحكي عن تاسيس اول دوله ده اول دوله في التاريخ. حضرتك اعتمدت طبعا في الفيلم على جمع ماده تاريخيه، هل رتبت ده وهل كانت المؤسسات الرسميه بتساعد حضرتك على جمع هذه الماده؟ غير صحيح ان انا اعتمدت على جمع ماده. ماده هذا الفيلم كلها انا صانعها من اولها لاخرها. وحضرتك جمعت المواد منين؟ صنعتها بنفسي، يعني جبت مع الرئيس مثلا محمد نجيب قعد قدامي، هتشوفوه بيبكي وبينهار في الفيلم لانه لما بيتواجه بما صنعه حول اعدامه للعمال الخميس والبقري الى اخره بينهار. فمين اللي مصوره ومين اللي بيتكلم معاه؟ انا. دي مش ماده انا جامعها وليست لدى احد في الكون، لا سابق ولا لاحق. يا المواد دي كانت عند حضرتك صانعها، انا اللي عاملها، انا اللي صانعها. يعني ادي سيزان براوي، ادي انجي فلاتون، ادي اي اكس من كل رموز العقل المصري اللي عاشوا في القرن العشرين، يعني لحقت بهم جميعا وقابلتهم ووثقت معهم تاريخ كل منهم. طيب وعلاقته بمستقبل هذه البلاد. زي ما حضرتك بتقول انك اشتغلت على عدد من الرموز طبعا المهمه في تاريخ مصر، والشخصيات دي برضو مهمه جدا لينا كلنا زي محمد نجيب وانجي افلاطون وزينب الغزالي، ايه الخط اللي بيجمع بينهم كلهم، بين كل الشخصيات دي؟ اولا كلهم مصري، وثانيا كلهم كان مشاركا يعني يا اما في العمل السياسي يا اما في العمل الفكري. يوسف ادريس مثلا كان مفكر او كاتب اوقاص، لكنه كان ككاتب اوقاص او كصحفي كل اللي بيعمله ده بيصوغ العقل. فتعالى هنا، ايه اللي انت عملته في دنيتك ده؟ انت بتكتب ايه وبتعمل ايه في حياتك؟ وهكذا. كل حاجه انا بقولها يستطيع المشاهد انه يفتح صفحه اسمي بالعربي شفيع شلبي ويخش على مؤسسات الجبهه الوطنيه او على القناه بتاعتنا، وهيجد ما يعرفه بالفيلم ومقاطع، يعني اكثر من 100 مقطع، وبيسموه انتر اكتف سينما، النوع ده من السينما اللي احنا بنعمله من ناحيه صنعه بيسموه سينما المؤلف، يعني مؤلف سينمائي من فكره الى ان ترى الفيلم بيبقى هو ده سينما المؤلف. عروضه اللي احنا بنعملها بيسموها عروض تفاعليه، انتر اكتف سينما. فلما بنيجي نقعد نعرض الفيلم بيبقى البطل هو المتلقي، بيشوف ازاي وبيشوف ايه وبيطرح ايه. فانت هتلاقي يعني يستطيع المهتم بالفيلم اللي احنا عرضناه دلوقتي عروض محدوده ولسه خلصان، ان هو يعرف ويلم بكل ما يعني او يهمه ويقدر يشارك بالتفاعل ومناقشه افكار كل رموز العقل في مصر اللي كانوا فاعلين في القرن العشرين. مين اكتر الناس اللي شافوا الفيلم وتفاعلوا معاه؟ يعني تستطيع انك تجدي من كبار اساتذه الادب والنقد زي عبد الناصر حسن رئيس، للمخرجين الكبار زي محمد الكامل اليوبي، لساسه زي عبد الغفار شكري اللي كان يعني عارضين في الحزب بتاعهم الفيلم، يعني طلبوا عرض الفيلم. وطبعا بالمناسبه يعني تستطيع كل الجمعيات والنقابات والاتحادات والاحزاب وسواها انها اذا تطالب بعرض الفيلم ده او غيره من افلام المركز العربي للانتاج الوثائقي او افلام الجبهه، مؤسسات الجبهه الوطنيه الديمقراطيه المتحده، ونحن نرحب بعرضها في كل هذه الساحات ومناقشتها مع المتلقين. النوع ده من السينما بالغ الندره او يمكن لا نظير له، من حيث انه اصلا معمول كانتر اكتف سينما، ومن حيث انه يعني اللي عامله ده اللي هو تعقيبا على سؤالك بتاع جمع ماده، لا ده مش جمع ماده، ده صنع التاريخ او صنع ماده هذا الفيلم كامله اللي هي بتؤرخ. مش بنتكلم عن حد ننسب اليه او قال لي وقلت له، لا ده هو حيا بشحمه ولحمه وصوته وسرعته بيقول شهادته او بيقول. طيب صنع الفيلم وتجميعه خد من حضرتك وقت قد ايه؟ الفيلم ده كل مادته اللي انا اشرت اليها اللي احنا صنعناها دي اصلا اتصنعت في النصف الاول من ثمانينات القرن اللي فات، فيما بين 80 و84 او 85، اي قبل 30 سنه. وطبعا لم يتم ولم نعرضه الا في نهايه 13، يعني من شهرين. ليه؟ لان صنع هذا النوع من السينما، يعني عشان اصلا فيلم زي ده يتعمل لازم يبقى فيه دوله هي اللي بتعمل.
ودولة يعني دولة عصرية مستقبلية متقدمة، عندها سينماتيك وعندها أركايف وعندها مراكز بحوث ودراسات وعندها تلفزيونات متقدمة ومؤسسات سينمائية عصرية إلى آخره، وتعمل كلها جميعا معا علشان تطلع فيلم زي ده. ده ما تعملش على مدى تاريخ مصر إلا في هذا الفيلم. يتعمل إزاي؟ يعني عشان يعني أقدر أعرضه ولا أتمه، يبقى كان لازم انتظر الى ان استكمل انا كمؤسسه، يعني اقول ما هياش في غيبه الدوله، لحد ما اتمه وارضى عنه واحط عليه اسمي واقدر اقدمه للناس. ده جانب. سؤالك تضمن جزء من مساعده المؤسسات بتقولي؟ هل كان في اي مساعده من المؤسسات؟ اي مؤسسات دي؟ في هو في في مصر مؤسسات؟ اكيد فيها يعني؟ اكيد حضرتك يعني كان في وثائق تاريخيه كانت تعمل مثل هذا الفيلم، بس اكيد عندها وثائق تاريخيه اكيد حضرتك استعنتي بيها. مش محتاج منها حاجه اصلا. كل هذه المؤسسات على بعضها بوضعها القائم سواء كانت حكوميه او غير حكوميه لا تستطيع لا ان تلبي وليس لديها ما انا بصنع التاريخ. يعني عايز اقول التاريخ ده انا اللي صنعه اصلا. انما اللي محتاجه هيبقى حاجات بسيطه او متممه، يعني عايز اقول استطيع ان انا اجيبها من اي حته في الدنيا. هل حضرتك هتتقدم بالفيلم ده للمهرجانات؟ لا، انا الحقيقه لا اعترف بكل منظومات العصر اللي انتهى. يعني مهرجانات مين اللي بيعملوا المهرجانات دي سواء في مصر او في الخارج؟ وبيعملوها ليه؟ واروح لها ليه؟ احنا عاملين مهرجان الاتحاد الدولي لمؤلفي السينما وهو احد مؤسسات الجبهه الوطنيه. عامل دلوقتي مهرجان سينما المؤلف على مدى 2014، وبنعرض اسبوعيا مرتين، مره في يوم الاحد في اتيليه القاهره ومره يوم الخميس في المجلس الاعلى للثقافه. بنعرض في اطار هذا المهرجان، مهرجان سينما المؤلف، الاسبوع ده يوم الاحد الجاي ده 23 و27 الفيلم بتاع صانع الفرح. وده يعني في كلمه محدوده او كلمات محدوده عنه، هو جزء من سلسله تحمل اسم وصف مصر. وهي احدى السلاسل الافلام بتاعتنا اللي جوه موسوعه كبيره اسمها موسوعه الميديترينيان او الحياه في منطقه المتوسط المدن. وفي الفيلم اللي انت بتسالي عنه او اللي احنا بنتكلم عنه من الاول ده اللي هو يتم الزعيم، ده جزء من سلسله ضخمه من موسوعه ضخمه اللي هي موسوعه الاعلام المعاصرين الاحياء. وهو باكوره للسلسله عن العقل العربي، يعني الساعه ونص اللي احنا شفناهم هم جزء من فيلم اللي اتعرض اللي تحمل اسم ساكن في حي السيد. بينما فيلم يتامى الزعيم نفسه متعدد الاجزاء. متعدد الاجزاء. وهو جزء باكوره لسلسله طويله جدا متعدد. لسه ما خلصتش؟ لا، بنعرض تباعا كل ما الناس يعني اقول تناقش جزء ندخل عليها. بيعرض الجزء اللي بعده كلها بتدور حول يعني ده بالنسبه لسلسله اللي هي موسوعه الاعلام المعاصرين الاحياء او العقل العربي في القرن العشرين اللي هي جزء منها. لا دي متصله وطويله وعريضه جدا. يعني وكذلك كل الموسوعات اللي احنا اشرنا موسوعات سينمائيه كلها بتوثق، يعني كل فيلم بيوثق حاجه في تاريخ مصر. لا ولا حكايه يوثق دي؟ لا، لانها يعني ابقى اعلى شويه 500 شويه من حكايه يوثق. يعني هو بيوثق طبعا، لكن هو بيعمل حاجه. هو بيعمل ايه طيب غير ان هو بيوثق؟ ما هو بيعمل ايه؟ بيعمل اللي المفروض يتعمل بادوات ووسائط السينما او الفن. بيعمل دراما من الواقع، بيشكلها بلغه السينما الجديده اللي هي عايز اقول مش بتاعه القرن ال 19 ولا القرن ال 20، بلغه الالف الثالثه، عشان بعد 1000 سنه او بعد 100 سنه او بعد القرن او اكتر يبقى اللي بيتشاف ده باقي زي ما الهرم كده بقاله كالاف السنين. حضرتك كل الناس اللي هتشوف الفيلم طبعا بعد ما يتابعوا البرنامج، حضرتك قول لهم عايز توصل لهم ايه من الفيلم؟ لا مش حاجه واحده طبعا، عايز اصلا نعيد العقل، نعيد الرشد الى جامعتنا، كيف نعمل معا لنؤسس دوله هذا الشعب، لنصنع مستقبلنا ونصون مستقبل بلادنا، علشان نخلص من الهدر اللي عشناه 25 قرن ده، علشان مش اي جماعه جايه تحكمنا ولا اي واحد يجي يركب. مش عايزين نظام لحكم تاني. الشعب اراد اسقاط النظام اللي هو ايه؟ اللي هو لا نظام، اللي هو يحول دون حق المصريين في تاسيس دولتهم ببناء مؤسساتهم من تحت لفوق. فيبقى الهرم ده يتبني اصلا على ارض صلبه ويتبني من تحت لفوق. راس الهرم ده واحد،
اللي بيبقى على رأس هذا النظام أو تلك الدولة، بس يكون ليه أساس أصلا، ما نقطة على خريطة بالغة التعقيد. شوفي كده، شوفي الهرم وامشي حواليه، كل لبنة من لبناته أو طوبة من الحجر من الأحجار بتاعته دي مفروض يكون مؤسسة من مؤسسات شعب. إذا ما عملتيش نقابتك وأنت ما عملتيهاش لغاية دلوقتي، أو اتحادك أو أنت مش موجودة، أنت مش أنت لا شيء. تبقي إمتى؟ إذاعية، لما يبقى في نقابة للإذاعيين مثلا، أو أنت مصوت إلى آخره. كل وهكذا، أنت فلاح، أنت عامل، أنت مهني من أي نوع، إذا لم تبنى مؤسسات هذا الشعب بناء عصريا دستوريا مستقبليا صحيحا، يبقى ما فيش شعب علشان يبقى في دولة. وحضرتك شايف الشعب المصري محتاج وقت قد ايه؟ محتاج انه يستعيد كل حقوقه في بناء مؤسساته، في التنظيم والعمل والتعبير، وامتلاك قنواته وصحفه الى اخره. وعقله محتاج وقت قد ايه؟ عقله ان اولا ان كل المدارس تتفتح، ان الكل ياخد حقه في التنظيم والعمل والمشاركه في اداره شؤون البلاد الى اخره. طيب ايه اعمال حضرتك اللي جايه؟ بتخطط لايه الفتره اللي جايه؟ ما هو احنا بقول لك بنعرض اسبوعيا، وكل اسبوع بنعرض جديد. يعني كنا بنعرض الاسبوع اللي فات فيلم بين الموجتين، الحد والخميس، وعرضنا قبليه تراتيل طيبه وترانيم طيبه، وعرضنا يتامى الزعيم اللي انت بتتكلمي عنه، وبنعرض الاسبوع ده الى اخره اللي انا حكيت عنه، اللي هو صانع الفرح. وصانع الفرح ده في كلمه هو جزء من موسوعه اسمها وصف مصر، فاحنا بنعرض اعمال هذه الموسوعه وتلك من الموسوعات الثلاثه اللي قدام، الحياه في المتوسط، والمراه اعلام المعاصرين الاحياء، والى اخره. بتعرضوا فين؟ انا شرحت ان احنا عندنا انعقاد دوري او عرض دوري الخميس الثاني والرابع من كل شهر الساعه 5 في المجلس الاعلى للثقافه في الاوبرا، والحد الاول والثالث من كل شهر الساعه 6 في اتيليه القاهره في وسط البلد جنب ميدان سليمان باشا. وكل مره بيتعرض فيلم مختلف. طب وفيلم مختلف، وطبعا جمهور، تاني مره بقول دي سينما تفاعليه، اهم حاجه وتقدروا تشوفوا كل ده. يعني ده ما فاتش على اللي عايز يعوض من المشاهدين، يستطيع ان هو يشوف كل العروض التفاعليه دي اللي جرت مثلا على امتداد العام الاخير او غيره، ويشوف كل اللي احنا بنتكلم عنه من هذه الموسوعات وتلك الافلام من كل منهم. راي النقاد في الفيلم قالوا ايه؟ يعني قصدي اقول اولا كل متلقي المفروض ان هو ناقد. ما فيش حاجه اسمها نقاد، نقاد مين؟ يعني نقاد يعني ايه؟ قلت لك استاذ الادب والنقد مثلا زي عبد الناصر حسن او عبد المنعم تليمه او اضربهم من الاساتذه الادب، كل واحد بيقول اللي حلته. بيقولوا ما لو ناخد مثلا كلام عبد الناصر حسن، ده رئيس دار الوثائق والكتب، ويعني استاذ الادب العربي في جامعه عين شمس وكذا، بيتكلم عن الفيلم ده، هو عنوانه تقدروا تشوفوا كلامه كله. بيتكلم على انه فيلم متعدد التأويل، وبيجيب على مثل اسئلتك دي، يعني ايه يتامى الزعيم دي الى اخره، وبيقول رايه علميا ونقديا، وبيتكلم على ان ده فيلم من وجهه نظره لا سابقه له، لم يرى مثله، اعاد، برغم ان هو بيقول ان هو ملم بكل التاريخ، الا ان هو الفيلم ده خلاه يعيد قراءه كل اللي هو قراه على مدى عمره، علشان بيقدمه بشكل حداثي. كل انا ما بحبش اتكلم عن شغلي، انما تقدروا تشوفوا كلامه هو كاملا، عبد الناصر وتليمه والى اخره من الاساتذه النقد، اذا كنت بتتكلمي على النقاد اللي هم يعني دول النقاد اساتذه الادب والنقد. عموما احنا لازم طبعا كل المشاهدين يشوفوا الفيلم، وان شاء الله نلتقي وغيره من الافلام، لان انت بتتكلمي عن فيلم واحنا بنتكلم على 1000 فيلم، ونلتقي مع حضرتك اكيد مش في ال 1000 فيلم، بس هنشوف ان شاء الله فيلم تاني، ونلتقي مع حضرتك مره تانية. الفنان شفيع شلبي المؤلف السينمائي والمخرج، بشكر حضرتك على وجودك معنا النهارده. شكرا جزيلا. مشاهدينا خلصت فقرتنا، بس مكملين معاكم هارك سعيد.